ويا هلا بالشباب. اليوم عندنا جيلي 3 سلندر جيب، بس مو مبين عليه 3 سلندر، الحجم حوت جبار. يلا نشوفه مع بعض. وهذا اسم السيارة يا شباب، هذه هي، وهذه حجمها، وهذا حجمها، حجمها نفس السيارات العائلية طبعا. جيب يعتبر كبير حجمه، صرف مصرف البنزين 1016 طبعا، 4 سلندر 1500 سي سي. طب ما شاء الله سيارة كبيرة، يعني تقريبا نفس حجم الأكاديا تقريبا، نقدر نقول نفس حجم، بس 4 سلندر 3 سلندر. طبعا يا شباب السيارة 3 سلندر 1500 سي سي 188 حصان جنوط 18، السعر 7700 تقريبا. حلو الاسم، ما اعرف اقراه، هذا الاسم اللي اعرف اقراه. وهذا يا شباب السيارة، طبعا ليتات كشافات امامية، هالوجي الكشافات، وهذه من داخل. والله انا اشوف ان السعر حلو. وهذه داخليتها شباب، طبعا فورميكا، طبعا يا شباب جلد. بالنسبة لسعر هذه جلد حلوة، الجير 8 سرعات، طبعا فتحة بالسقف، فتحة بالسقف، ولنا تجربة لنا ان شاء الله لها. بس هذه طبعا اولي، طبعا في كرشن تحت، في تكييف خلف تحت، وتكييف هني، وفيها كشن ثالث، فيها كشن ثالث، فيها كشن ثالث. شوف يعني ما شاء الله تقريبا 7، تشيل 7 تقريبا. حلو 3 سلندر السيارة جيل طبعا، وكالة الغانم، عشان فاصلين البطارية عنها. بس حلو حجم السرنقات 18، هذا 48V. انا ما اعرف شنو هذا، اتوقع شاحن كهرباء فيها، اتوقع يسمونه، واللي يعرف يقول لي يكلم يعلمني عليه، يكتب لي بالتعليقات، واللي جرب السيارة يا شباب هذه يكتب لي بالتعليقات، اللي جربها يكتب لي بالتعليقات، نشوف حلوة ناعمة، حلوة ناعمة. وهذا اليوم جيلي اوكن فيكو، ما نعرف اسم، ما اعرف اسمها. وهذا اليوم فيديونا حق السيارة هذه جيلي 3 سلندر 7 راكب، حلوة، تكييف خلفي، سعرها 7700. ركز على السعر، ويلا نشوف لنا، لنا سيارات وايد ما شاء الله، السيارات متارسة السوق وبيع ماكو. يلا نشوف مع بعض، كل يوم لنا سيارة إن شاء الله.